أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الجوزاء السبت 21 أغسطس 2021. ننسى التسرع إذا كنت بحاجة لبدء مهام جديدة. احمي نفسك من الاجتماعات والمحادثات غير المرغوب فيها مع المعارف غير المعروفين. تذكر أنه لكي تكون ناجحا في عالم الأعمال عليك أن تتعامل مع اللكمات، لذا حافظ على ذقنك مرفوعة. قد تشعر قريبا برغبة في إلقاء الحذر على الريح والاستغناء عن ذلك لمرة واحدة، مما يسمح لمزج اللحظة بدفعك إلى الأمام. لا يجب أن تتفاوض على القروض، السفر الآن غير مرغوب فيه. قد تحتاج إلى تقييم شيء ما في حاضرك بمقياس مختلف عن الذي لديك حاليا. استعد للتغيرات الجادة في حياتك الشخصية التي لا تتعلق بشريك الزواج، والتي قد تؤثر أيضا على طرقك المهنية. تعد خططك الجديدة بنجاح كبير فقط إذا أجريت محادثات صعبة ولكنها ناجحة. عاطفيا تزداد فرص المواجهة المصيرية إذ لم تبقى في مكان واحد، ولكنك تسافر وتلتقي بأشخاص جدد. على الرغم من أنك قد تجد طاقة هذه الفترة عاطفية قليلا، إلا أنها ستكون مفيدة لك. فقط كن أكثر صبرا وسيعمل كل شيء على ما يرام. كن مطمئنا أنك لا تواجه الجميع وتحرف النجاح عن طريقك. يمكن أن تؤثر النصائح غير الصحيحة على اجتماعاتك ومحادثاتك. إذا كنت تثق في كل شيء دون التفكير فيه أولا، هناك بعض التغيرات الواردة التي قد تمنعك من التعامل مع مهامك. على الرغم من ثقتك بنفسك، سوف يمنحك السفر مزاجا جيدا والاسترخاء. تشجعك التأثرات السماوية على التفكير في جميع أنواع الخطط والمخططات لجذب انتباه شخص ما. كن منضبطا وهادئا عندما يتعلق الأمر بمصالحك. مهنيا اكمل مهامك الوظيفية الأكثر أهمية. الأمر يستحق المثابرة، لأن الناس في النهاية سوف يفهمون الرسالة وسيصابون بالذهول من شجاعتك. كن حذرا في أفعالك وستحقق ثمارا رائعة. طوال هذه الفترة تكون متوازنا وتجلب لك شعورا بالاستقرار والانسجام في حياتك. هذا وقت تحليلي للغاية بالنسبة لك. تنصحك النجوم بعدم السفر. يجب أن تكون التغيرات التي تخطط لها مدروسة جيدا. ستستمتع بأخبار الإيرادات الكبيرة، لكن لا تتسرع في الشراء. ستقرر قريبا تقديم التزام أعمق تجاه نفسك من خلال بناء خطط لمستقبل أكثر ضمانا. كن حذرا بشأن الاقتراحات التي لست واثقا بها. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.